الوطني المجلس الشعبي الوطني يوسف أجري التغطية الأعلامية. شكرا جزيلا لكل الصدرية ولا من ولاية الصدرية. يلا إذا نعود اليوم نلتقي في قسنطينة لتكريم النجباء والمتفوقين على المستوى الوطني واللي عددهم يعني حوالي 50 يعني متفوق، لأنه فيهم 45 من التلاميذ وفيهم يعني حالتين من ذوي الهمم وفيه 3 أرامل كذلك تحصلوا على جزائر شهادة البكالوريا، فالعدد كله 50. طبعا راح تكون جوائز قيمة نكرمهم ونكرم من خلالهم العلم ونكرم من خلال الاجتهاد المثابرة التميز. الحمد لله اليوم حظينا بهذا التكريم على مستوى الجمعية هنا بولاية قسنطينة ولاية العلم والعلماء، وهو فخر لي وشرف لي نسب هذا النجاح للبلد تاعي ربي يرحمه، لأنه هذا النجاح كان نتيجة بذرة هو زرعها، هو اللي حصد النجاح تاعها، هو اللي زرع فيا حب العلم حب التفوق. كما نشكر الوالدة تاعي ربي يحفظها، هي اللي كانت السند الأول بعد الوالد تاعي ربي يرحمه.